مشاهدينا الكرام، سعد الله مساءكم بكل خير. مرحبا بكم إلى تفاصيل أخبار الرياضة من قناة تير. بداية بأخبار المنتخب الوطني، إذ أعلنت إدارة ملعب بيير موروا معقل نادي ليل الفرنسي عن انطلاق عملية بيع تذاكر المباراة الودية التي ستجمع المنتخب الوطني الجزائري مع نظيره الكولومبي يوم 15 أكتوبر المقبل. وقالت إدارة الملعب عبر حسابها الرسمي على تويتر أن هذه هي المرة الأولى في التاريخ الذي يحتضن فيها ملعب بيير موروا المنتخب الجزائري ونظيره الكولومبي. وحددت إدارة الملعب أسعار التذاكر ما بين 25 يورو للدرجة العادية إلى 75 يورو للدرجة الأولى والمنصة الشرفية. تعادل المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة أمام نظيره السنغالي بهدف لمثله في أولى مبارياته الودية التي أقيمت بالمركز الوطني التقني بسيدي موسى. وافتتح الخضر باب التسجيل في الدقيقة 32 عن طريق اللاعب مروان زروقي قبل أن يعدل المنتخب السنغالي النتيجة عبر اللاعب الحاج بابا دياي في الدقيقة 78 لصالح المنتخب السنغالي. هذا وبرمج الطرفين مباراة ودية ثانية يوم السبت القادم بملعب عمر حمدي ببلوغين ابتداء من الساعة 6 مساء. على هامش حصة الاستئناف التي جرت عشية أمس بملعب الشهيد حملاوي، عقدت شركة الأبار اجتماعا حاسما مع سلطات ولاية قسنطينة والطاقم الفني ولاعبي الشباب للحديث عن مستقبل الفريق. وعلى هامش هذا الاجتماع الذي جرى بين الطرفين تم رسم خريطة الموسم بضرورة تعيين مانجر عام ومدير عام للشركة التجارية في أقرب الأجل. من جهة أخرى، عينت إدارة شباب قسنطينة اللاعب السابق نصر الدين مجوج مانجرا جديدا للفريق، وسيكون معنيا بلقاء النصرية يوم السبت. J'avais des matchs avant où on aurait pu aussi gagner. La grande différence c'est qu'on a été efficace hier. On a eu un peu de réussite qui nous fuyait depuis le début. Donc j'espère que c'est de bon augure pour la suite et que ça sera le déclic pour la suite de la saison. Et il faut confirmer samedi contre le NED. Je pense important qu'ils viennent pour montrer qu'ils étaient derrière l'équipe, qu'ils soutenaient l'équipe, qu'ils rassurent les joueurs sur certains points. Et tout ça bon, a été fait, je pense que ça a été très positif. Donc à nous de faire en sorte de gagner le match samedi pour repartir de l'avant et puis entamer une série de matchs positifs pour la suite. Donc comme on dit la société Abar, comme on dit, on a les problèmes qui sont là, nous sommes inchallah. Qui dit chauffe قدموا كما نقولوها اللي واش قالوا اللي صالح اللي جوار وهذاك تسمى كل شيء راهو يتحل. درك حنا تبقى علينا في الطيران ان شاء الله نفوزوا بالمقابلات ان شاء الله الاخرين باه نكونوا اليس. قدم رئيس مجلس إدارة شبيبة الثورة مأمون حمليل استقالته رسميا لشركة إنافور رفقة جميع الأعضاء، حيث سيتم انسحابه مباشرة بعد مباراة الشباب السعودي. وجاء قرار الاستقالة حسب البيان إثر الخسارة التي تكبدها الفريق أمام الشباب السعودي في مسابقة كأس الأندية العربية، حيث لم يهدم حمليلي الشتائم التي طالته رفقة أعضاء مجلس إدارته سواء في المدرجات أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأضاف حمليلي أن الاستقالة لا رجعة فيها. ساعة قليلة تفصل مدينة باتنا عن الدربي 33 بين قطبي المدينة الكاب والبوبية اللذان سيلتقيان لأول مرة ضمن القسم الثاني هوت. حسابيا الغلبة كانت لمولودية باتنا ب 12 لقاء
وشباب هبتنا بسبع مباريات والتعادل كان نتيجة بقية أو بقية اللقاءات. وسيكون ملعب أول نوفمبر عشية اليوم بداية من الساعة 6 مساء فصلا أخيرا من فصول دربي عاصمة الأورس. رضا تبرمسين عاين تحذيرات الفريقين وعاد بالتقرير التالي. باتنا على بعد ساعات لاحتضان الدرب 33 بين الجارين شباب باتنا ومولودية باتنا. هذه المرة دربي بطعم مر، وكلا الفريقين ضمن الحظيرة الثالثة للقسم الثاني للهواة. الدربي يعود بعد سنوات. مقابلة ما هي إلا مقابلة كرة القدم. نتمنى الروح الرياضية هي اللي تسود. في الأخير جينا باش نخدموا شباب المنطقة بدون تمييز. نتمنى من كل أعماق قلبي باش يفوز الكاب، ولكن إذا كان فازت المولودية والله أنا الأولين نهنيها. احنا الهدف نتاعنا ماهيش المقابلة، احنا عندنا هدف مسطر حتى نهاية السنة اللي نحقوه إن شاء الله في الدعم نتاع السلطات المحلية نتاعنا. دربي شوف هي مقابلة نورمال، ماهوش نورمال صراحة، ماهيش نورمال، ماهيش نورمال بصح صح لازم أمريكا. الدربي كان فرصة لعقلاء الولاية الخامسة لتقريب الإخوة الفرقاء ونبذ التعصب والشحنة. الدربي الحلوة تاع الدربي كيعود بين زوج خوا دفرار يتنافسوا في الميدان على روح رياضية وعلى مقابلة كرة القدم. الفائز في آخر المطاف هي باتنا، لأن الفرق هذه راهي فرق خوا وفي نفس المدينة. اليوم أننا قدمنا أوشحة للرياضي الفريقين وين تحمل صور الشعار الفريقين، لأن نتمنى أنها المقابلة تاخذ إن شاء الله تمر في ظروف جيدة واللعب يكون خاوة. آخر دربي للكاب والبوبية كانت الغلبة فيه لأصحاب الزي الأحمر، ولدربي 2019 نكهة أخرى للاعبين وللأنصار. أول دربي نتاعي مع الأكابر، صح نتمنى إن شاء الله نظهر بمستوى جيد إن شاء الله، وعند حسن ظن الناس اللي راهي تستنى فيا إن شاء الله. لي سوبورتر كيفيانو ماس إن شاء الله، متعودين على الحضور بقوة إن شاء الله، ما حنخيبوهمش إن شاء الله. الأصل في اللعبة هو التقارب، والطرف الآخر ليس عدوا أو خصما، هو مكملا لتسعين دقيقة من المتعة والإثارة. الغلبة فيه للأفضل والفائز باتنا. لعل دربي الأعوام المقبلة وقادم المواسم يكون ضمن حظيرة النخبة. وفي أخبار اللاعبين المحترفين، شهد الدولي الجزائري إسلام سليماني بمدربه بنادي موناكو ليوناردو جارديم مؤكدا أن هذا الأخير منحه الثقة اللازمة ويعرف جيدا إمكانيته، ومعتبرا أن تعويض رحيل لاعب بحجم فالكاو أمر صعب. نتابع إذن ما قاله سليماني في الندوة الصحفية. Je pense qu'il connaît mes qualités, il connaît comment m'utiliser, comment me mettre en confiance. Et c'est très important pour un joueur. Sentir en confiance est très important, surtout pour un attaquant. Tu te demandes quoi exactement ? Juste jouer comme je sais le faire, juste jouer comme je sais le faire et se donner à fond. Pour moi, le plus important, c'est se donner à fond pour l'équipe. C'est ça le plus important. Non, je pense que pour oublier Falcao, ça sera dur parce que c'est un... connaît tous les qualités de Falcao. C'est un grand joueur qui a gagné le championnat, qui était en demi-finale Ligue des Champions avec l'AS Monaco. Je pense que nous, on fait que notre travail. On fait que notre travail. On est des attaquants. On essaye de marquer ou assister les joueurs. Je pense que on fait que notre travail. On n'est pas là pour faire oublier des joueurs. في المقابل عاد سليماني لتتويجه مع الخضر بكأس أمم إفريقيا، مشيرا أن المنتخب لديه جيل رائع قول من اللاعبين الممتازين، وأن على الفريق التركيز على ما هو قادم بعد ضمان التاج القاري، خاصة وأن اللاعبين تحرروا معنويا. Oui, oui, parce que c'est vrai ça, parce que depuis 2014 tout le monde nous attend depuis la dernière coupe du monde qu'on a faite au Brésil. Je pense que tout le monde attendait cette équipe
on va dire en Afrique. C'est, on a une belle génération, on a des joueurs magnifiques. Je pense que on a réussi à gagner cette Coupe d'Afrique et maintenant il faut penser à autre chose. Eh oui, parce qu'on était attendu, comme j'ai dit, depuis 2014, on était beaucoup attendu. Je pense que ça va libérer plus les joueurs. Non, non, ça peut pas changer parce que chaque match est différent dans le foot. C'est, même tu vas rejouer en Afrique contre des équipes que tu as déjà battues, je pense que tu auras une autre motivation et une autre envie. توج الدولي الجزائري سفير طيدار بلقب الدوري الكندي بعد فوز فريقه امباكت موريال امام تورونتو بركله الترجيح، ويعد هذا اللقب هو الاول من نوعه للنجم الجزائري الذي يعتبر واحدا من ابرز لاعبي الفريق الكندي انت او موريال امباكت، ولطالما كان حاسما في عدد المواجهات، كما يعد هذا اللقب هو العاشر في تاريخ نادي امباكت موريال والأول له بعد 5 سنوات. في قضية اللجنة الأولمبية الجزائرية، جمد 8 أعضاء من المكتب التنفيذي عضويتهم احتجاجا على ما وصفوه بتجاوزات الرئيس مصطفى براف والعضو البارز عمر برهمية. انسحاب جاء ليدعم موقف وزارة الشباب ووزير الشباب والرياضة قول عبد الرؤوف سليم برناوي الذي رفع سقف عاليا في معارضته لمصطفى براف. طارق بوفليح يفصل في الموضوع. ولا هل هو بداية الحراك الرياضي أم أنه تصفية حسابات؟ يتساءل كثيرون بعدما عادت قضية صراع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية إلى الظهور مجددا مع وزير جديد قيل في وقت مضى إنه أقرب المقربين من رئيسها مصطفى براف. إعلان انسحاب 8 أعضاء من المكتب التنفيذي للجنة قد يكون القطرة التي أفاضت كأس الصراع ونقطة الانفصال الحقيقي بعد أسبوع من التراشق في التصريحات الإعلامية من هنا وهناك، ليأتي الرد بقوة حينما قرر الأعضاء 8 الاتحاد والانسحاب كرد على تصريحات براف وعمار برهمية رئيس لجنة التحضيرات الأولمبية بعدما عبروا عن استيائهم لما آلت إليه الأجواء داخل البيت الأولمبي، مؤكدين أن إبراهيمية تجاوز صلاحياته وراح يعتبر نفسه ناطقا رسميا للجنة دون ما يتعين، بل اعتبروا تصريحاته بالخطيرة والمسيئة لجهاز الدولة. نفس الأمر أيضا ينطبق على الرئيس مصطفى براف الذي أعاده الوزير برناوي إلى نقطة البداية، مؤكدا أنه كان وراء عديد التجاوزات التي تسيء إلى الرياضة الجزائرية. الوزير عبد الرؤوف برناوي المنسحب أو المجمد لنشاطه في المكتب التنفيذي رفقة 7 أعضاء آخرين من بينهم البطلتين الأولمبيتين حسيبة بولمرقة وبنيدة مراح كان قد دخل في صراع علني مع رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية مصطفى براف والعضو باللجنة عمار برهمية، ووصل إلى حد تبادل التهم علنا والتهديد باللجوء للقضاء. ويعتبر برناوي أن اللجنة الأولمبية هي جمعية كغيرها من الجمعيات الرياضية لا يمكن لها أبدا منافسة وزارة الشباب والرياضة، في حين يتمسك معارضيها بضرورة احترام الصلاحيات التي خولها لهم الميثاق الأولمبي. هو صراع علني الآن، فهل سيكون فيصلا هذه المرة وينهي ترأس براف لأعلى هيئة رياضية في الجزائر؟ أم أن مصطفى سيواصل مقاومته كما فعل من قبل مع الوزير الأسبق الهادي ولد علي؟ وفي ذات السياق، كشف ناطق رسمي باسم اللجنة الأولمبية الجزائرية عبد الحكيم بوغادو عن وجود خروقات وتجاوزات للصلاحيات وقرارات تتخذ بشكل انفرادي دون استشارة أو علم أعضاء المكتب، مهددا بالانسحاب نهائيا في حال استمرار الأمور على ما هي عليه. نعم، فيها يعني نقدر نقول لك انا بصفتي كحاكم بوغادو كرئيس الاتحاد الجزائري للسباحه، اذا وصلت الامور على هذا المنوال انا الاول اللي حننسحب. انا اليوم نرفض باتا انه امبيتين سور ما بيرسوناليتي، امبيتين سور ما فونكسيون، امبيتين سور مي بريروغاتيف. انا ما شفت تصفيه حسابات،
انا نشوف اليوم كاين افكار دي ديسيزون راهم يتنداو في الكوميتي الاولمبيك وحنا ما على بالناش بهم. هذا واش راني نشوف. كما اكد بوغادو من جانب اخر ان اللجنه الاولمبيه باتت منقسمه وان كل طرف يسعى لطرح رؤيته لما يحدث، نافيا ان وجود اي نيه في سحب الثقه من الرئيس مصطفى براف في الوقت الراهن. هل فيك سحب ثقه؟ لا سحب، ما تكلمناش عن سحب ثقه لحد اليوم. تكلمنا احنايا تجميد كل قرارات اللجنة الأولمبية الجزائرية من الأعضاء هذو اللي حطوا الأسماء. هاد الناس اللي راهم يترأسوا اللجنة الأولمبية واللي كأشخاص نقدروهم ونعزوهم، ولكن في العمل اليوم ماناش اوني با داكور بي سكي سباس اوجوردي او سان دي كوميتي اولمبيك. اليوم المكتب التنفيذي راهو مقسوم على اثنين، هذه اولا. ثانيا كل واحد حيدافع على يعني يدافع على كل ما شافوا في اللجنة الأولمبية هذه بكل وثائق وبكل. انا قلت لك اليوم نتحدث من حيث الاتصال ولا كوميونيكاسيون، كان فيه خروقات خاصه باللجنه ديالي. اليوم كان فيه ناس دير دي كونفرنس دو بريس او سان دو كوميتي اولمبيك، وحنا ماناش على درايه بما يحصل في هل هذه من سأونغ لا شارت اولمبيك. دوليا، أعلنت رابطة الدوري الإسباني عن موعد مباراة الكلاسيكو الإسبانية المقبلة بين الغريمين برشلونة وريال مدريد على ملعب كومب نو معقلية نادي الكاتالوني. وحسب صحيفة موندو ديبورتيفو فإن مباراة الكلاسيكو ستقام يوم 26 أكتوبر المقبل في تمام الساعة 1 ظهرا بالتوقيت المحلي لإسبانيا، وذلك ضمن منافسة الجولة 10 من عمر الليغا. وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة سيخوض المباراة براحة أقل ب 24 ساعة من ريال مدريد عقب مباراتي الفريقين في رابطة أبطال أوروبا. نبقى مع أخبار النادي الكاتالوني، حيث أعلن نادي برشلونة تفاصيل الإصابة التي يعاني منها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والتي تعرض لها خلال مواجهة فياريال في الدوري الإسباني. وذكر البيان الرسمي الذي نشره النادي الكاتالوني بأن ليونيل ميسي يعاني من تمدد في العضلة المقربة بالفخذ الأيسر، وعودته للملاعب تعتمد على مدى سرعة تعافيه. وكان ميسي قد شارك أساسيا في مباراة فياريال واشتكى من ألم في الشوط الأول، لكنه وصل اللعب حتى الاستراحة قبل أن يقرر المدير الفني أرنستو فالفيردي إراحته كإجراء احتراسي والدفع بالفرنسي أوسمان ديمبلي. انفرد ريال مدريد بصدارة الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة الأولى هذا الموسم عقب فوزه على ضيفه أوساسونا بهدفين نظيفين سهرة أمس ضمن الجولة 6 من الليغا الإسبانية. ووصل الفريق الملكي صحوته في البطولة بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي، حيث وقع البرازيلي فينيسيوس جونيور الهدف الأول عند الدقيقة 36 من تسديدة رائعة، وأضاف مواطنه رودريغو الهدف الثاني عند الدقيقة 72. يرفع ريال مدريد رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الليغا الإسبانية بفارق نقطة عن أقرب ملاحقيه وجاره اللدود أتلتيكو مدريد. في المقابل تجمد رصيد أوساسونا الذي تلقى خسارته الأولى في البطولة خلال الموسم الحالي عند 7 نقاط في المركز 11. وبأخبار الريال والبرسا نصل مشاهدينا إلى ختام الورقة الرياضية. نشكركم على حسن المتابعة وطيب الإصغاء. إلى اللقاء.